نعرف ايه التفاصيل وايه اخر تطورات الموقف الى الان. ورحب بسيادة اللواء محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا. مساء الخير يا فندم. مدام معزة، اهلا كل اهلا اهلا بحضرتك فندم. اهلا، نبدأ بآخر تطورات الموقف عند حضرتك فندم ومتابعتك ليه؟ يعني الموقف، يعني نتكلم مصر تجاه غزة والموقف الغزاوي. مصر نعم. تجاه غزة، مصر تحرك في محورين: محور حماية أمنها القومي، ومحور حماية ودعم أهل غزة في محنتهم للوصول إلى أفضل الحلول إن شاء الله. نعم. دعم أمن مصر القومي، عسكري واقتصادي ومجتمعي، حماية الحدود، تأمينها في السياسة، المحافل الدولية والغير دولية والإقليمية، دور كبير جدا. تستعد لدورة جامعة الدول العربية في الرياض، مؤتمر السلام اللي تم، المؤتمرات الدولية، لقاءات مع القيادات الأمريكية المتحكمة في الموقف، كل ده بيتم بشكل متوازي. جزء المجتمع والاقتصادي هو الدعم، يعني الدعم، حتى المطار العريش خلية نحل يستقبل الدعم في العالم، يعني صحيح، رغم ان كل العالم اللي ارسله لا يساوي اقل من نصف اللي مصر قدمته لوحدها، يعني العالم ولكن كله ارسل لغزة نص اللي مصر قدمته. بالإضافة إلى الجهد الكبير، يعني العالم اللي بيرسل طيارة محملة، الطيارة دي محتاجة اللي يفرغها ويعيد تحملها، وتيلر وكونتينرز وسواقين وشباب يفرغ ويحمل، كل ده جهد كبير جدا بتقوم به مصر. يعني برضو الندية في التعامل، إن مصر تقول أنا مش هخرج الأمريكان أو المزدوج الجنسية إلا لو دخلت في المساعدات، وتم نعم. هذا لمصر، نعم. وهكذا مصر تبني على هذا الاتجاه بشكل واضح. الجزء الرئيسي اللي بيزايد عليه بعض الناس، ان مصر ليه ما تفتحش الحدود للفلسطينيين في الغزاويين؟ أيوة. ما اسهل ان مليون غزاوي يخشوا مصر يدوبوا في مصر، يعني اللي أيوة. بتستضيف 7 أو 8 مليون، ما يفرقش لو زادوا مليون. أيوة. لكن الموضوع مش كده، الموضوع ان مختلف تماما. لو فرغنا الارض من سكانها تنتهي القضيه، وهي نعم. اسرائيل عاوزه كده، اسرائيل عاوزه الارض بدون السكان، نعم. عاوزه الارض فاضيه عشان تفرد عليها، واحنا مش هندي هذه الفرصه. والاخوه الفلسطينيين والقياده الفلسطينيه في رام الله متفهمه هذا الموضوع، وما متفهم هذا الموضوع جيدا. ده من ناحيه المناخ العام، لكن من ناحيه الجزء العسكري، يعني تحيه للشعب الغزاوي رغم كل هذه يعني الاعمال العسكريه البشعه، اللي هو صامد وبيقاوم ومستمر. نعم. طبعا واضح ان اسرائيل عاوزه تفرغ النص الشمالي، يعني انا اخلي